تخيل كده تبقى قاعد على الفيسبوك بتقلب وتسكرول وهوب يظهر لك اعلان، انسى الدنيا وتبسط في جلسة مساج خاصة، وهتخرج مبسوط ومرتاح لان عندنا بادي تو بادي مساج وهابي اند يا معلم. لا لا يا باولو اكيد صادفك اعلان شمال زي ده بكلام خارج وجري. اعلان زي ده من الاخر هيجرك لشبكة دعارة. اعارة يا حاجة، اعارة بنتك طالعة اعارة. بص يا فندم، اولا عندنا ثلاث انواع: استرخائي هابي اند، بادي تو بادي، الاسترخائي 800، الهابي اند 1200، البادي تو بادي 1800. الدعارة اتطورت قوي مع السوشيال ميديا، وهتلاقيها منتشرة بالذات في اعلانات مراكز المساج والسبا، وبقى ليها اسماء شيك كتير: بادي تو بادي مساج، هابي اند، وبلاوي زرقاء كتير. يا عظمك يا رضا. مراكز المساج الشمال هتوفر لك البنت في جلسة خاصة، وهتجيبها لك لحد باب البيت ديليفري يا معلم. ايوه هي دي اتشقت المعلم فوزي واني مراته الجديد. ايوه ديليفري وبالمواصفات اللي انت عاوزها كمان، وعندك اوبشن كمان جنسيات مختلفة، كله بتمنه. يعني في الطبيعي جلسة المساج بتكلفك من 800 ل 1800، وكل جنسية وليها تمنها. مش تاكلني بعينيك، رد بالك، الخدمة هذه تحب الفايق. نعم. نظريا انت مش رايح بيت دعارة، فعليا انت رايح في داهية. اصل حبيتش الموضوع قوي. المراكز دي بتكون بوابة لنقل الامراض الجنسية الخطيرة زي السيلان والكلاميديا والزهري والهربس وطبعا الايدز. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ده غير الامراض الجلدية والفطرية، الموضوع كبير قوي قوي يا جدعان. قوي. وده طبعا بسبب غياب التراخيص والاجراءات الصحية في معظم المراكز دي، واللي فاتحة بدون اي تراخيص او رقابة. الحقيقة ان المسؤولين في مصر بيعملوا حملات كتير جدا وبيمسكوا مراكز اكتر، بس الموضوع بقى منتشر جدا على النت، فعشان كده خلي بالك من نفسك يا معلم. خد البقين دول مني يا شقيق عشان ما تشتكيش وقت الضيق. ولو وقع قصادك اي اعلان من دول خليك ايجابي وبلغ بيه مباحث الاداب، يمكن تساهم ولو بجزء بسيط اننا نقضي على الظاهرة دي. كان معكم محدثكم نادر سيف الدين من امام احدى بيوت الدعارة. باي باي يا قطة.